مساء الخير عليكم، اهلا بيكم حلقه جديده من على الله حكايتنا. قبل ما نبدا حكايتنا النهارده حابين نهني اخواتنا الاقباط، كل سنه وانتم طيبين علشان عيد القيامه المجيد، وكل شم نسيم وانتم طيبين وبخير. حلقتنا النهارده حلقه هتبقى قويه جدا، لان بنتكلم فيها على موضوع مهم جدا. بنتكلم على موضوع البناء الجديد. الموضوع القانون ده اتعدل من القانون القديم، اتحط له شويه بنود او ضاف عليه شويه بنود، فدخل في اطار جديد. طبعا القانون ده تحت التجربه، والمفروض ان هو هيبتدي الفعاليه بتاعته من شهر 5 لحد شهر 7. فاحنا النهارده هيكون معانا ضيوفنا الكرام، وهنتكلم وهنتناقش ونشوف مين المؤيد ومين المعارض، ونتكلم في كل حاجه خاصه بالقانون ده. اسمحوا لي ارحب الاول بضيوفي، استاذ حسام المهندس حسام مأمون، مهندس مدني، اهلا بحضرتك. الاستاذ حمدي عبد الفتاح، محامي من الاسناف العالي بمجلس الدوله، والاستاذ احمد الوكيل، مهندس مدني وصاحب مكتب مقاولات. اهلا بيكم النهارده معانا في على الله حكايتنا. طبعا المناقشات من الصبح قويه جدا بسبب القانون ده، بس حابين طبعا الاول هنقول ان الاتصالات هتنزل على الشاشه، ونستنى اتصالاتكم معانا ومشاركتكم معانا في البرنامج. حابين بقى يا باشمهندس حسام تكلمنا كده من البدايه على قانون البناء القديم اللي كنا متعارف بيه. لازم ندي فكره عن الايه، عن الاشتراطات البناء القديمه عشان نوضح الفرق بين القديم والجديد. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على اشتراطات البناء. لو انا عندي حته ارض وعايز اطلع بالحته الارض دي ابني مبنى سكني، كان في شروط قديمة المفروض أنا بمشي على حسب قانون بيتحط لي، وبروح أعمل معاينات وبشوف مساحة الأرض، وببتدي أجيب مهندسين للتصميم، وببتدي أخد تصريح بناء، وابتدي أبني حتة الأرض بتاعتي. القانون القديم في كان فيه بنود وشروط معينة. هو أهم حاجة في طريقة التنفيذ دي المهمة بالنسبة لنا. أما بقى الاشتراطات والقانون دي مش موضوعنا دلوقتي. تمام. فكان المواطن بيروح المركز التكنولوجي، يقدم على بيان صلاحية، ففي خلال اسبوع المهندسين الخاصين بالوحده المحليه بينزلوا المكان. تمام. يعملوا معاينه، لو لقوا المكان يحتاج رفع مساحي عشان يفصلوا حدود بينهم وبين املاك دوله ما فيش مشكله، لو ما فيش بياخدوا بيان الصلاحيه على طول. ويتاكدوا ان الارض ملك الشخص دوت، مش وضع يد والكلام ده كله. هل ده كله كان بيبقى تقنيني؟ في خلال اسبوع بيان الصلاحيه او شهر بكتير لما بيطلع. بعد كده المواطن بيوفر ملف الترخيص عن طريق مهندس بيعمل له الرسم الهندسي المعماري والانشائي ويكمل له الملف، والمواطن ياخد الملف يقدمه في المركز التكنولوجي، وفي خلال شهر يتم المراجعه من خلال الاداره الهندسيه الخاصه بالوحده المحليه ويطلع الرخصه وخلاص. يعني هو يعتبر كان الموضوع كله يعني ممكن شهرين، يعني بياخد رخصه بناء خلال شهرين يكون معايا رخصه بناء، ابتدي بقى ابني بعد ما باخد الرخصه على طول، ولا ممكن عادي انا مفتوح قدامي مده البناء حسب ما بجهز نفسي؟ بيقدم اشراف وعقد باولى قبل بدء التنفيذ، وبعد كده بيشتغل عادي خالص، بشغل براحتي، ابني وقت ما ابني، مش فارقه معايا. يعني هو لمده سنه، وبعد كده لو السنه خلصت كان يعني لازم يعمل بجدد تجديد يعني. فكانت التكلفه بسيطه، يعني يعتبر القيمه الفعليه كان بس اللي هو المركز التكنولوجي الفلوس اللي بياخدها يعني في حدود 2 جنيه على المتر زائد حوالي 500 جنيه الشبكات. يعني الفلوس اللي بتدفع في الوحده المحليه او المركز التكنولوجي كان حوالي مثلا 1000 جنيه في الحدود دي، بالاضافه بقى لتكاليف الايه المكتب الهندسي على حسب الاتفاق بين المواطن حسب والمكتب. انا مثلا بروح المكتب الهندسي اللي بيجي يعمل لي شكل العماره مثلا او شكل التاسيس الهندسي اللي انا هيطلع بيه. طبعا اسعار متفاوته، يعني اكيد واحد عنده 60 متر مش هيكون زي واحد عنده 200 يعني متر، يعني تختلف على حسب، يعني ممكن بيت بسيط 1000 جنيه، بيت كبير قوي 10000، يعني على حسب. واحد يكون عاوز شغل عالي ممكن يبقى 20000، يعني السعر متأرجح، ما فيش رقم ثابت خاص بالايه. هل دي بتبقى على حسب تصميم الهيكل البنائي للعماره والشكل الهندسي؟ في ناس بيبقى طلباتها حاجات عاليه جدا، مستوى عالي وواجهه معماريه كبيره، فبالتالي التكلفه بتزيد. لكن الشغل العادي بيبقى بسيط. طبعا القانون القديم كان ميزته اللي هو سريع جدا في اجراءاته، بس هو مشكلته فساد المحليات، هو ديت المشكله الكبيره اللي كانت بص، هي كل مكان يعني بيختلف عن يعني مكان للتاني. بعض الموظفين كانوا واخدين الشغلانه الرخص يعني مشروع استثماري ليهم، يعني ايه يعني اللي هم كرخصه البناء، يعني هم ان انا اطلع الرخصه. هم يعني بعض الموظفين معتقدين ان الشغلانه دي تخصهم بس، يعني ايه يعني لازم هم ياخدوها من المواطن، وطبعا بياخدوا فلوس على كده. يعني هي المشكله عشان اطلع رخصه بناء يعني تصريح بناء يعني. بس فهو لو مواطن عادي مقدم من غير احد الموظفين الوحده المحليه، فهم بيعرقلوا الناس اللي بيقدموا دول. تمام. عن طريق طرق التعطيل كتير. تمام. يعني طيب بالنسبه لطرق التعطيل يا استاذ حمدي، بما ان حضرتك محامي، ايه هي الاجراءات انا يعني امتى انا بستخدم محامي في ان انا اروح اعمل ترخيص للبناء؟ هو المشكله يا فندم، اقول لسعادتك على حاجه، ان لازم اولا القانون يكون شامل وجامع ومانع، يعني يكون قابل للتطبيق على ارض الواقع. يكون ان انا لما اجي اطبق القانون الاقي التطبيق صالح صلاحيه كامله.
ما يكونش في قانون اما اجي اطبقه يبقى في استحاله في عمليه التطبيق. لو في استحاله في عمليه القانون التطبيق القديم ولا القانون اللي القديم اللي احنا بنتكلم عنه رغم عيوبه ورغم اللي الباشمهندس حسام بيتكلم عنه من فساد المحليات اللي الكل عارفه طبعا الا انه كان سهل في تطبيقه. القانون الجديد حط اشتراطات كتيره قوي صعبه على المواطن عودت عليه بس يعني. صعبه على المواطن عودت عليه بس صعبه في التطبيق بالناحيه الماديه كمان لان دلوقتي في اصلا قرار رئاسي بايقاف العمل بقانون الشهر العقاري اللي كان لسه هيطبق دلوقتي بالنسبه للقانون الجديد بالنسبه للمباني حط دلوقتي حاجه جديده مهمه قوي ان لازم العقد يكون مشهر والتكلفه بتاعته حوالي 30000 جنيه. انت ازاي حطيت التكلفه 30000 جنيه وقلت ان العقد مشهر؟ احنا بس مش عايزين الناس تلوم معانا، احنا لسه ما بدأناش عمليه التسجيل، احنا لسه هنتكلم على القانون الجديد. احنا دلوقتي بنتكلم لحد دلوقتي على القانون القديم عشان اتفضل. بس الناس تربط معانا الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد. القانون الجديد مجرد تجربه لحضرتك دلوقتي، هو دلوقتي في دور التجربه، في دور التكوين يعني التجربه من شهر 5 لشهر 7 عشان الدوله لسه هتشوف هيجوز تطبيقه او لا يجوز تطبيقه اذا كان هيتعرض لاي تعديلات في المستقبل. طب انا كان سؤالي مع حضرتك امتى بلجا؟ يعني هل انا ان انا اشتغل مع محامي او يبقى معايا محامي في اجراءاتي كترخيص بنا ده بند اساسي؟ مش بند اساسي، مش بند المحامي أساسي. بيقوم بدوره كعمل عادي ان هو بيقوم بعمله العادي، بيتعامل مع الجهات المختصه بعمليه الترخيص، لكن ده عمل عادي ممكن اي انسان يقوم بيه. لكن احنا بنتكلم عن الطبيعه القانونيه للموضوع، هل يجوز تطبيقه او لا يجوز تطبيقه. أستاذ أحمد، حضرتك بما أنك في مجال المقاولات أو في مجال هندسة المقاولات، هل أنت ما بتيجي مثلا جاي لك حد هيبني بيت مثلا أو عايز يبني عمارة، هل أنت بتتدخل في شكل أنت بتشوف مثلا مساحة الأرض والجوانب اللي مثلا حوالين الأرض، شارع جانبي شارع رئيسي طبعا. وأنت اللي بتبتدي تقول للي هيبني لا مثلا شكل العمارة بالشكل ده بيبقى أحسن طبعا. يعني بنشوف بعض العمارات بتبقى طالعة مثلا بزاوية بكيرف، يبقى أنا ما استغلتش مساحة الأرض صح. هو ده يا فندم اللي الدولة دايما بتبحث عنه، الشكل العمراني والتخطيط العمراني بتاع الدولة، لأن ده مش بتاع حد معين، ده بتاعنا كلنا. دولة دايما مهتمة بالمرفق اللي بيوصل للمباني والعمارات الجديدة، وهي يعني حتى القانون الجديد اللي ابتدت الدولة تنظمه هو ده 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 الاساس بتاعه. يعني دايما الدوله عايزه تقدم الخدمات بصوره مثاليه. خدت بال حضرتك؟ يعني انت ليك، انا قصدي انا اقصد انت بيبقى ليك خبره او وجهه نظر. لو انا جايه انا انت كمكتب مقاولات، فانا جايه بقول لك انا مثلا عايزه ابني العماره دي، فانت بتديني رايك مثلا اذا كانت هي على شارع عمومي شارع جانبي، انت بتبقى ليك وجهه نظر. طبيعي يعني مش 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 كل الشوارع مثلا ينفع يبقى فيها ابراج. بالظبط، ده كلام مش موجوده الا في مصر. مش موجوده الا في مصر. يعني انا ازاي كدوله هتقدر تقدم مرافق ميه او صرف وكهرباء بالحجم اللي هو اللي الناس متخيلاه وبالارتفاعات اللي الناس بتعملها دي؟ تمام. مش ممكن. خدت بال حضرتك؟ فالنقطة الثانية يعني بتيجي انت حضرتك بتخش الشوارع تلاقي شارع 5 متر او 4 متر وفي ابراج. تمام. ابراج 12 دور و14 دور. طب عربيات الاسعاف الناس دي بيركنوا عربياتهم فين؟ طيب احنا هنتكلم في النقطة دي لان دي النقطة دي مهمة جدا. الموضوع بس هنطلع الموضوع لفاصل، مش بسيط يعني. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نقدر نكمل على اللي حكايتنا. تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنتكلم على قانون البناء الجديد بين مؤيد وبين معارض. احنا استعرضنا يعني في الفاصل قبل الفاصل كنا بنتكلم على القانون القديم وقلنا ان هو كان سهل في تطبيقه وان ما كانش فيه مشاكل جامده جدا، هي كان بس يعني بعض المشاكل في المحليات اللي كانت بتعوق عمليه الترخيص. طيب القانون الجديد بقى ايه الفرق بينه؟ يعني ايه الجديد اللي هو قدمه او ايه المختلف عن القانون البناء القديم؟ هو القانون الجديد حضرتك يعني لازم ان القطعه لازم يكون الواجهه لا تقل عن 8.5 متر، يعني اللي اقل من 8.5 متر يعتبر ملوش حق البناء في اللحظه دي. يعني اول حاجه ان لازم تكون واجهه البيت عندي 8.5 متر اكتر يعني او اكتر يعني أو أكتر. بس 7 6 اقل حاجه 8.5 واجهه البيت. تاني حاجة. طب افرض انا عندي مساحه الارض صغيره مش تاخد واجهه 8.5؟ ما دام الواجهه اقل من 8.5 خلاص مفيش رخصه. مفيش رخصه تمام. طيب حضرتك تاني بند اللي هو المساحه اللي هتكون لحد 175 متر هيبني على 100% من كامل ايه الارض، لكن لو كانت المساحه اكبر من 175 بياخد بيبني على 70% منين؟ من مساحه الارض. مساحه الارض. طب بقيه 30% دول يعني بيتقسموا ايه؟ مرافق يعني بيتقسموا شوارع يعني سابق سابق على الاقل 2.5 متر ردود جانبيه. يعني حضرتك لو حضرتك عندك 200 متر وانا عندي مثلا ايه 175، حضرتك ال 200 متر هتبنيهم 140 وانا ابني 175، يعني تخيلي انا مساحتي اكتر اقل منك بس هبني على مساحه اكبر منك. اكبر مني. فده ظلم جامد جدا للناس اللي ليهم ارض اكبر من 175 متر. تمام. وتطبيقه يعتبر يعني شبه مستحيل لان يعني هيبقى فيها غموض كبير جدا يعني. طيب لان انا كده ما استفدتش بمساحه الارض كامله. طيب بالنسبه للايه يعني هو لغى المحلات التجاريه في الدور الارضي او اي دور، يعني هو لغى الوحدات تكون للسكن بس، اي حاجه غير السكن لا. سواء يعني بقى كان محلات الاول انا ممكن ابني عقار واخد الدور الارضي اعمله محلات. لا هو دلوقتي خلاص اتلغى في القانون الجديد ده اتمنع بصوره نهائيه في الايه في الاشارات الجديده. انا شفت ان في البنود يبقى جراشات. ايوه البنود اللي هو في الدور الارضي هيبقى ايه سكني، والكون البدروم يعني ارتفاعه متر و2 من 10 من الصفر المعماري. يعني حوالي متر من الطريق اللي هو غالبا بيكون الصفر المعماري يعني. فبالتالي البنود ديت يعتبر ايه. طب هل انا مجبر ان انا اعمل دايما الدور الارضي بجراش؟ هو ولا اجباري بقى هو لازم مكان لايواء السيارات يعني هو خلاص يعني حددوا خلاص بقى اجباري لازم كل عقار هيتبني يبقى فيه جراج. جراج السيارة اجباري. وطبعا حضرتك بالنسبه للارتفاعات الارتفاعات اللي هو لو كانت المساحه لحد 8 متر بيكون ارضي ودورين، لو 8 ل 12 ارضي ودورين. يبقى ارضي ودورين من 8 ل 12 ارضي وثلاثه. من 8 ل 10 بقى؟ لا ل 12 متر. ل 12 متر. ارضي وايه وثلاثه ارضي وثلاث ادوار. اكبر من 12 ارضي واربعه. دي كده القيود الخاصه بعدد الادوار. اقصى حاجه 4 ادوار؟ ايوه ارضي واربعه. حتى لو انا فوق ال 12 لو يا رب يكون الشارع 100 متر على كلام الاشارات الجديده. هو 4 ادوار اقصى حاجه. ارضي واربعه متكرر. بس ده كده اهم البنود الجديده اللي ظهرت. وطبعا المساحه للرخصه ما تزيدش عن فدان او 4200 متر مسطح، يعني ديت بند كمان ايه، بس ده بند غير مؤثر لان هو مين اللي عنده فدان، يعني كله عنده 100 متر 200 300 400 كده يعني. يعني ما حدش بياخد مساحه الفدان كلها يبنيها مره. طبعا هو بالاضافه يعني كان بعض المراكز التكنولوجيا قالوا لازم العقد يبقى مشهر في الشهر العقاري، فطبعا استاذ حمدي هيتكلم عن خصوص العقد المشهر. انا هنتكلم على الشهر العقد المشهر في الشهر العقاري. ده بقى إجباري. انت بتقول ان قانون الشهر العقاري اتلغى. مش اتلغى، وقف العمل به. وقف العمل به لحين ايه بقى؟ لحين صدوره مره اخرى يعني بعد تعديلاته. طب ايه اللي خلى فيه تعديلات؟ لان هو لما جه تطبيق على ارض الواقع لقى فيه شده شويه على المواطن. تمام. يعني المواطن العادي مش هيقدر يتوائم مع هذا القانون. هيبقى فيه تكلفه عاليه عليه. فلازم القانون ده يعاد مرة أخرى ويعاد تعديله عشان خاطر يتوائم مع الواقع. بالنسبة للقانون الجديد اللي باشمهندس حسام بيتكلم عليه، القانون ده ممتاز بس بالنسبة للمدن الجديدة المناطق الواسعة، لكن المناطق الضيقة كلها هتحصل فيها مشاكل كتيرة قوي. لأن معظم المباني الموجودة في عمارات كبيرة، ممكن حتة الأرض اللي جنبها تبقى 70-80 متر 100 متر لا يجوز البناء عليها عشان الواجهة، هتخش في مشاكل جامده جدا. لان هيبني ازاي جنب برج بارتفاع عالي زي ده؟ بيأثر على الارض طبعا وعلى طبيعه الارض، بيؤدي لهبوط ارضي ويؤدي لحاجات مهمه جدا في القانون بتؤدي ان المنطقه دي خلاص. طب وهل ده ما تمش مناقشته في القانون؟ لا هو مش واضح ان هو كده جامع وشامل لكل شيء. لسه في بعض الثغرات، وهو ممكن القانون يعدل تاني لان مش هم قالوا مش ان هو القانون تجريبي من تجريبي من ما هو معنى تجريبي ان هو لسه هيعدلوه. احنا بنقول لكل بلد حضرتك ظروفها، كل بلد لها ظروف بتتفق مع الواقع اللي موجود فيها،
ظروف اجتماعيه، ظروف اقتصاديه. يعني احنا حتى بنقول بالنسبه للمصريين دلوقتي في ظروف اقتصاديه مثلا صعبه نتيجه عمليه اصلاح اقتصادي او بتاع، فالناس مش هتقدر عمليه الشهر العقاري تمشي فيها بالقدر الموجود حاليا، مش هتقدر على الرسوم العاليه الموجوده في القانون الجديد، لازم الرسوم دي تراجع مره على لسه ما اتكلمناش عن الرسوم، احنا بنتكلم على حجم الاراضي. طيب استاذ احمد، بالنسبه لحجم العمارات، هل انا كمقاول مباني ابني برج سكني ولا ابني عماره 4 ادوار اقصى حاجه، ده احسن ليا وللسكان؟ بص حضرتك، ابني اللي يتفق مع النمط العمراني اللي موجود في قطعه الارض. طيب هو دلوقتي بيقول لك ان النمط العمراني ممكن يبقى جنبي برج من القانون القديم، باني جنبي مثلا 15 دور او 12 دور او 10 دور. خلاص انت بتعملي ابديت وبتعملي تحديث وبتعملي شكل جديد وبتعملي قاعده، بتسني قاعده للناس تمشي عليها. فاحنا لو فضلنا نبص لورا نبص لورا نبص، هنرجع للبيوت اللي بالطوب اللبن يعني. خدت بال حضرتك؟ فطبعا يعني الموضوع يعني في المستقبل، في الشكل بتاع مصر، احنا يعني دوله. يعني انت كمقاول انت شايف ان انا لما ابني وحدات سكنيه بتيب واحد او بستايل واحد، ده هيدي منظر حضاري اكتر وهيدي وبتعلي من ثمن الوحده كمان، في تعلي من ثمن الوحده. تعلي من ثمن الوحده طبعا. ازاي؟ طبعا يعني انت حضرتك الـ 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 الشقه او الوحده اللي في الكومباوند يعني زي الوحده اللي في في مكان في عدد ادوار عاليه وفي مجمعات، الموضوع مختلف. موضوع مختلف، لان يعني انت وجهه نظرك ان الموضوع ده عايز يخلق شكل الكومباوند فيبقى في جميع المناطق بقى ريف حضر. يا فندم الناس هتعرف تتنفس. الناس هتعرف تتنفس لما تلاقي الكثافه السكانيه في الشوارع قلت. ما هو انت حضرتك البرج ده يعني ده البرج ده بمقام شارع، برج فيه 100 شقه ولا 120 شقه، يعني بمقام شارع من الشوارع بتاعت اللي دورين ثلاثه. بس انا عايز اقول لك يعني استاذ حسام، هنتكلم على خطوات التنفيذ. خطوات التنفيذ احنا قلنا ان هي خطوات التنفيذ، لان كان هناك في القديم ملخص يعني كلمتين وخلاص، يروح بيان صلاحيه، تاني حاجه الرخصه تطلع يعني بتاع شهر كده وتخلص. لكن دلوقتي القانون الجديد عمل يعني خطوات كتير قوي. يعني اقول لحضرتك الملخص، عرفت مساحتي اللي انا هبني عليها. انا اقول لحضرتك الملخص بتاعها، في البدايه المواطن بيروح المركز التكنولوجي يطلب طلب بيان صلاحيه ويكون معاه صوره البطاقه وكروك الموقع وجدول احداثيات الموقع. ده في القديم ولا الجديد؟ في الجديد بقى. في الجديد تمام. بعد كده الطلب يقوم المركز التكنولوجي بيبعت الطلب لايه؟ مكتب استشاري. للجامعه الاول. حلو. بعدين الجامعه بتدرس الملف. بعد ما خلاص الجامعه توافق على الطلب، وممكن يكون الاول في رفع مساحي، لان مش كل القطع ليها، في قطع لها رفع مساحي وفي قطع ما لهاش. الفرق اللي لها رفع مساحي لازم يعني لازم المركز الجيولوجي يتفق مع احد الجهات المساحيه زي مديريه المساحه او شبكات المرافق او المساحه العسكريه. لا، اللي انا اقصده ايه الفرق في يعني، او ايه الحكمه في ان انا ارفع مساحه ارض او ما ارفعهاش؟ عشان افصل حد بين ارض وشارع، بين املاك دوله. طب مش انا كده عندي المرافق اللي انا بخرجها 30% اللي بيخرجوا؟ لا، في املاك يعني ساعات وزاره الري بتبقى اصلا تمتلك البيت بتاعك وبتاع الارض بتاعتك، فحضرتك ممكن تبقى تتخيل ان ده ملكك وهي في الاصل املاك دوله. فبيجي فهي الدوت بيخليني الرفع المساحي يحدد حدود الملكيه بتاعتك على اراضي الدوله، فده اللي هو فصل البناء عليها. ممكن يكون في جزء تبعك وجزء لا. فالمهم في حاله الرفع المساحي المركز التكنولوجي هيتعاقد مع الجهات المساحيه المعتمده زي مديريه المساحه او الهيئه المساحه العسكريه. المهم اتعمل ايه شغل المساحه في الموقع. بعد كده بيان الصلاحيه بيرجع الايه، يكون الجامعه خلاص بعد ما درست الموضوع رجعت الطلب للمين؟ للمركز التكنولوجي. هو المركز التكنولوجي زي ما يكون الايه الوسيط اللي بين المواطن والجامعه. فبالتالي الجامعه بعتت بيان الصلاحيه، فالمواطن راح استلم بيان الصلاحيه من المركز التكنولوجي. بعد كده المواطن بيتعاقد بقى مع مهندس معتمد من نقابه المهندسين لاعداد ملف الترخيص. طيب احنا هناخد اتصال تليفوني. الو، معانا طه من بني سويف. طب الخط فاصل، ماشي نكمل. المهم المواطن بيتعاقد مع مهندس معتمد من نقابه المهندسين او مكتب هندسي او مهندس استشاري عشان يكمل له اجراءات الملف. انا خلاص انا كده خدت احنا بس معلش خطوه عشان الناس تبقى فاهمه معانا الخطوات ماشيه ازاي. انا رحت المركز التكنولوجي وقدمت اوراقي وقدمت كل مستنداتي والورق راح للجامعه، والجامعه عملت بيان الصلاحيه وراجع صوره الكترونيه وصوره ايه للمركز التكنولوجي تاني. خلاص ابتدي بقى انا المواطن بيتعاقد مع مهندس على طريق
توكيل يعمل له الايه بقيه الورق اللي هو الملف الترخيص والرسومات المعماريه والانشائيه، وبعد كده المركز الجيولوجي ياخد الملف ده ويبعته لمين؟ للجامعه تاني. طبعا الجامعه دورها اللي هو الاشراف والمراجعه الرسومات. طب قبل دور الجامعه دلوقتي يا استاذ حسام، يا استاذ حمدي، انا دلوقتي لما المكتب الهندسي، وانا رحت اتفق مع المكتب الهندسي في القانون الجديد، هم حاطين اشتراط 30,000 جنيه المكتب الهندسي. لا مش المكتب الهندسي 30,000 جنيه، ده الشهر العقاري التسجيل. لا هو في المكتب، غير المكتب غير بنك الهندسي، الموضوع الثاني برضه اللي هو 53,000 جنيه، ده التسجيل ده شيء ثاني. القيمه كام يا باشمهندس حسام؟ 53,000. ما هو على حسب المساحه، يعني لو 200 متر يبقى حوالي 53,000 جنيه. انما احنا بنتكلم ده المكتب الشهري، لكن بالنسبه لل 30,000 جنيه دول للشهر العقاري عمليه تسجيل، لان لازم يكون العقد مشهر قبل كل شيء قبل ما يحصل على الترخيص. بس في القانون الاولاني، لا ما كانش فيه عقد، احنا دخلنا في مشكله دلوقتي يا استاذه. دلوقتي الاول كنا ماشيين كلنا بدعوى صحه توقيع اللي هي الدعوه العاديه اللي بتمشي اي اجراء. تمام. اي اجراء بيثبت الحاله الموجوده قدامي، ان تم عمليه البيع وان الملكيه وضعت يدي على قطعه الارض او المباني او اي شيء وبقت ملكيه. بس انا عايز اقول لك يا استاذ حمدي، انما التسجيل مش شيء مش سيء، التسجيل مش كده، بقول لك اي شيء حضرتك مقنن في الدوله احنا معاه. التقنين لأي شيء جيد، التقنين بيسمح للدولة إنها تنفذ خطتها بكل أريحية سليمة، ما نقدرش نتكلم في حاجة زي دي. المهم في إن القانون ده هل يجوز إن إحنا نطبعه على أرض الواقع تطبيق كامل وماشي مع ظروف البلد ومع اشتراطها، لأن بقول لحضرتك إنها ماشية مع المدن الجديدة، إنما مع المدن العادية الأرياف مثلا، لا الأرياف، لا الأرياف دي منطقة مراكز لسه مش داخلة تبع القانون، المدن بس القانون ترخيص المدن بس. إنما في القرى لا لسه ما فيهاش، حتى ضريبة التصرفات العقارية حضرتك موجودة في المدن لحد الآن، لكن مش موجودة في القرى. يعني دلوقتي مشكلتك ان القيمه بتاعه التسجيل ومكتب الاستشاري والتسجيل الشهر العقاري، القيمه كده بقت عاليه على المواطن، بقت عاليه على المواطن، ده بقت اعلى كمان، مبني ولا ده لسه ما بنيتش، لسه ما بنيتش، تكلفه كده ممكن تخش 150,000 جنيه ان اقدر ابني بيهم دور، ويتوافق ولا ما توافقش؟ لو انا اقل من 8 متر في الواجهه مش هتوافق. الواجهه طبعا مش ماشيه، ما خلاص خلصت، وممكن تفرق في ايه، في نص متر او اي حاجه، خلصت الامور، متوقف طبعا، وده الاساس المشمعسين عارفين. طيب انا طبعا بايد الاستاذ حمدي في النقطه دي، في نقطه الرسوم، لان الرسوم فيها مغالاه نوعا ما. هي رسوم ثابته؟ اي لا، هي هي بس هي طبعا بتزيد على حسب مساحه الارض، مساحه الارض، مساحه يعني الرسوم اللي الاستاذ حمدي بيتكلم عليها دي بالنسبه لخطه الارض 100 متر مثلا، دي 100 متر، لو انا عندي حته ارض اعلى من 100 متر وهبني عليها هتزيد، تزيد فوق 60,000، فوق 60,000 اتفضل حضرتك. فالنقطه دي تحديدا يعني انا شايف ان لازم يتم مراجعتها، لان الموضوع مش موضوع بنا بس، لا الموضوع هيسمع في سعر وحده، هيسمع في عقارات، هيسمع يعني ما هو طبعا. طب هل في سوق العقارات كده اسعار الاراضي اسعار المباني تزيد ولا ترخص بعد القانون الجديد؟ اسعار المباني، اسعار المباني واسعار العقارات تزيد ولا ترخص؟ اسعار العقارات طبعا هتزيد، هتزيد طبعا بعد القانون الجديد، هتزيد طبعا، لان هتزيد. هو هيحط قيمه التكلفه اللي انا بنهبني بيها بلا شك، بلا شك زيادة. هو الوحده بتاعته القديمه اللي هو اشتغلها بالقانون القديم بالرسوم القديمه وكل حاجه قديمه هيحسبها بس هتزيد في الشراء، لان اما اجي انا اشتري بيت، لكن لما اجي ابيع يعني ايه هخسر؟ يعني ايه، ما هي انت هتبيع هو هتبقى في كساد اصلا. انا قصدي هيبقى في كساد سياد. طبعا طبعا انت دلوقتي بتعملي سوق عقارات جديد، انت دلوقتي مالك عمارة، انا لو جاي اشتري منك شقه انت هتزود عليا فندم السوق المصاريف اللي انت صرفتها بالبلدي. أيوة كده أيوة أيوة. لكن انا بقى انا اشتريت منك الشقه وعايزه ابيعها، هعرف ابيعها؟ انا ابيعها كمان، انا عايز اكسب فيها. ده عرض وطلب، ده عرض وطلب يا فندم، ده عرض وطلب، ما حدش يعني ده عرض وطلب. وعلى فكره الموضوع ده متفاوت من مكان للتاني، بس هو في العموم، في العموم اكيد طبعا ان لما الرسوم هتزيد بتاعه القيمه بتاعه الزياده على الجيب يعني يحطها هيحملها على الوحده، ده شيء طبيعي. فاحنا يعني النقطه دي تحديدا يعني يا ريت لو يتم مراجعتها، لان هي يعني هو القانون اساسا لتنظيم العلاقه ما بين الافراد بعضهم البعض ومع الدوله، يعني القانون هدفه اساسا تنظيم العلاقات ما بين الافراد وما بين الدوله، فيبقى هدفه في النهايه مصلحه المواطن، مصلحه المواطن بما لا يضر مصلحه الدوله ولا مصلحه المواطن. يا استاذ حامد، في مصلحه المواطن كفرد منفرد وفي مصلحة المواطن. لا ما هو المواطن باعتباره داخل كتلة اجتماعية، خلي بال سيادتك، فيعتبر هو أنا شايف، أنا شايف المصلحة واحدة،
بعد اذن حضرتك انا شايف القانون في في صالح للجمع للمواطنين. ما احنا بنقول التقنين مش معترضين عليه للدوله ككل، مش معترضين على التقنين، لكن لو هنقول المواطن لا بلا شك في ناس مش متضرر يعني لو الموضوع مواطن منفرد لا في ناس متضررين. العيوب والمميزات ملخص العيوب والمميزات. لا قبل الملخص انا عايز اسالك في حاجه مهمه جدا دلوقتي. دلوقتي انا عندي خلاص انا مشيت في الاجراءات وخدت التصريح مثلا انا ابني 4 عمارات بس في القانون ان في حاجه تبع الدوله وزي اللي هي الاسكان الاجتماعي و لا ده هو الشروطات دي لا تطبق على الاسكان الاجتماعي والاسكان البديل على الافراد يعني لا الافراد لكن الحاجات الحكوميه لا ولا تطبق على اراضي القوات المسلحه والاراضي بتاعه التنميه العمرانيه تمام. يعني القانون ده بيطبق على الافراد اللي عندهم املاك في الارض بس. طب ليه احنا ما نقولش ان القانون ده عايز ان انا مثلا انا هبني بيت فانا هبني بيت ليا ولاسرتي لكن مش هبني البيت كانتفاع استثماري. ما هو يعتبر قتل المستثمرين يعني ما فيش مستثمر هيظهر بقى دلوقتي. يعني حضرتك دلوقتي هو حضرتك سالت المهندس احمد قلتي قيمه الارض هتزيد ولا هتنقص. انا بقول لحضرتك في حاله تطبيق القانون الجديد هو مش هيبقى فيه بيع اصلا ولا شراء. على اساس ان انا هكون مثلا شاري قطعه ارض مثلا ب 10 مليون جنيه وشاريها على اني هبني برج كبير فعامل حسابي هبيع ب 15 مليون اكسب 5 فبالتالي انا لو جيت ابيع ارض يعني ايه انفذ ارض ودورين خلاص يعني مش هيجيبوا نص الفلوس يبقى انا رميت ال 10 مليون في التراب فبالتالي انا مش هرضى بيه واللي جاي يشتري خايف نفس الكلام واللي جاي يشتري عاوز يشتري ب 2 مليون عشان يبني فبالتالي يعتبر ولا هيبقى في بيع ولا شراء يعني الموضوع هيتوقف تماما للاصحاب المستثمرين. ممكن مين اللي يقدم؟ المواطنين العاديين، المواطن عنده قطعه ارض عاوز يبني هو واولاده واسرته يعني مش خلاص بقى ما فيش استثمار دلوقتي. حتى هم لما نزلوا التجربه في بعض المدن نزلوها في مدن في مدن ما فيهاش كثافه سكانيه زي مثلا القلوبيه نزل في قها يعني في البحيره نزل في كفر الدوار كفر الشيخ سيدي سالم يعني هي اعتقد ان المدن ديت مش ايه ما لهاش كثافه سكانيه وحتى لو الموضوع مشي فيها مش هيمشي في المدينه عاصمه المحافظه نفسها فبالتالي هو لو اتطبق هيطبق في المدينه ايوه هيطبق على كل المدن بس هو دلوقتي كل محافظه اختار مدينه واحده فهو المدن اللي اختارها دي حتى لو هنفترض في ناس قدمت وخلاص وزي الفل والدنيا حلو برضو مش شرط اللي هو يتنفس في المدينه الاساسيه اللي فيها زحمه وتكدس فبالتالي الموضوع هيقف في الاخر. معانا اتصال ام محمد من بني سويف. الو السلام عليكم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. عندنا قطعه كده 100 متر عايزين عربيه بسيطه. لا مش سامعاكي كويس معلش يا ام محمد وضحي صوتك. قطعه 100 متر عايزين نعرف ايه تفاصيلها. بيقول لك حته ارض 100 متر عايز تعرف ايه تفاصيلها. الواجهه كام يا ام محمد؟ الواجهه 8. الواجهه 8؟ الواجهه 12 ونص. الواجهه 12 ونص طب كويس. نفدت يا ام محمد. نفدت يا ام محمد. نفدت يا ام محمد. هي في المدينه ولا في القريه الاول؟ انت في مدينه المدن بس يعني كان في المدينه يعني ما ممكن بني سويف انت في مدينه ولا في قريه في بني سويف يا ام محمد؟ نحسب بني سويف محافظه. محمد الاتصال اتقطع. طيب لو هي في مدينه ما هي الاشارات دي على الايه على المدن الجديد. الكره لسه ماشيه على قديم القرى انا كنت اتمنى ان الكره هي اللي تعمل فيها القانون ده يعني القانون ده كان يمشي في الكره افضل منين لان انا في القريه محتاج دورين ثلاثه مش محتاج بقى ابني برج وكده لكن يعني في المدن القريه كان يمشي اكتر بس كان هيبقى المشكله في التكاليف العاليه هي ديت اللي كانت هتوقف المواطن الرسوم الباهظه اللي يعني ام محمد دلوقتي الواجهه عندها 12 ونص ومساحه الارض 100 متر هي كده هتبني على مساحه الارض 100% كلها 100% لان لحد 175 متر ببني على الارض كامله ما بخرجش منها مرافق بما ان انت عديتي فوق ال 8 ونص فانت كده في الامان ابني براحتك بقى ده لو انت في المدينه بس هتبني 4 ادوار اقصى حاجه على حسب الشارع على حسب متر الشارع يعني كم متر يعني ما احنا اتكلمنا عنها في الاول يعني تمام طيب استاذ حمدي احنا دلوقتي كان استاذ حسام كان بيتكلم قبل الاتصال بنقول ان يعني الفرق في المدن وفي القرى ان النظام اتطبق في المدن وما اتطبقش في القرى وانت بتقول ان انا كنت اتمنى ان هو بيقول لك كنت اتمنى ان يتطبق في المدن في القرى في القرى انت شايف انه في المدن ولا في القرى احسن؟ والله احنا بنقول لسه التشغيل التجريبي هو اللي هيوضح يعني الفتره التجريبيه من شهر 5 لشهر 7 هي اللي هتوضح اقبال المواطنين على قانون الاشتراط. طب احنا شفنا يعني استفتاء كده كان على الفيسبوك واراء الناس على صفحه الـ صفحه الموقع نفسه ففي ناس كتير برضه معترضه في اعتراض على التكلفه من الاساس بس هو اهم عنصر حضرتك اهم عنصر
يعني الناس مش هتبني بسببه موضوع القيود بتاعه عدد الادوار، لان هي ديت ممكن المواطن يستحمل كل حاجه، المواطن المستثمر ممكن يستحمل يدفع 200,000 في القطعه بدل 100، يدفع نص مليون مش مشكله، بس اهم حاجه يطلع ببرج. حتى في الريف عدد لو مش هيبني البرج خلاص، عاوز يبني في الريف برده، عاوز يبني اكتر من شقه لان عنده اكتر من ابن او اكتر من ابنه، عاوز يبني شقه، عايز يبني لهم شقه، عاوز يبني حاجه كبيره، ما ينفعش برده دورين او ثلاثه او الكلام ده كله، لازم برده تبقى مفتوحه اكتر، عشان على حسب برده مساحه الشارع دي هندسيا. تمام. على حسب مساحه الشارع ما تبقاش يعني العمليه برده مفتوحه. تمام. طيب استاذ احمد، بما انك انت كمكتب مقاولات، هل بيتقابلك بعض المشاكل مثلا اللي بيجي لك الناس مثلا تيجي تقول لك انا عايز ابني بس والله عندي دلوقتي مشكله، ما عرفتش اخد التراخيص، مش عارفه منين؟ كتير يا فندم. ايه بقى المشاكل كتير اللي بتقابل المواطنين اكتر حاجه محتاجه تقنين اكتر كتير يا فندم، او محتاجه انها تضاف على القانون بشرط ان هي تبقى افاده للناس اكتر؟ يعني هو دايما اللي في مصر السائد دايما كل واحد بيبقى عايز ياخد قطعه ارض ويبنيها، ده دايما الفكره دي موجوده وبالذات في الريف وفي القرى. يعني حتى الارض الزراعيه دلوقتي في قانون اللي هو بتاع الارض الزراعيه فطبعا يعني كل واحد عشان ياخد قطعه ارض ويبنيها ويعمل بيت لاسرته ولاولاده والكلام ده، انت حضرتك محتاجه شكل افقي كبير جدا يعني. فبالتالي الاحد الكردون او المساحه العمرانيه او المنطقه اللي داخل المدينه او داخل القريه ومصرح بيها بالبنى داخلها كل فتره بتتضاءل او ما بتبقاش موجوده بالظبط، فالناس بتضطر ان هي تخرج بره الحيز العمراني. وهي المشكله والازمه من هنا، ودايما ده الخلاف، مش بس دلوقتي، بقى لنا 30 سنه في الموضوع ده. والمواطن يقول اعمل ايه وما فيش ارض، ويروح الارض الزراعيه والحكومه تطلع قوانين وتطلع قوانين ومشاكل. موضوع صعب. طب هل انت بتبقى ملتزم او في التصميم بتاعك ان انا مثلا بشوف المنطقه تصميماتها ايه فانا بعمل التصميم على لايق على المنطقه، ولا انا ملتزم بشكل المساحه اللي عندي وطلبات بقى اللي جاي يبني يعني بمعنى صح؟ هو طبيعي كل مكان وله النمط بتاعه. المكان الريفي له نمطه، والمدينه ليها نمطها، والمدن الجديده ليها نمطها. عايز اقول لك ان في مناطق يعني في الريف يعني بتلاقي شكل البيوت دي امور درسناها في الكليه، ودي امور يعني اشكال المجتمعات العمرانيه الجديده كلها لازم تتميز بشكل مختلف عن الريف. طيب احنا معانا اتصال، معانا حسن. الو الو، ايوه مساء الخير، اتفضل انت معانا. دلوقتي معايا قطعة أرض في بلاد دكرور. تمام، مساحتها قد إيه؟ عايز أعرف بس مصاريف البناء يعني والتكاليف وكده. هي مساحتها قد إيه؟ هي 100 متر، مساحتها 100 متر. 100 متر، والواجهة قد إيه؟ الواجهة 8 وربع. 8 وكم؟ ربع. ينفع بقى عشان 8 وربع. إحنا قلنا 8 وربع، أقل من 8 ونص مش هتعرف تبني. القانون نازل على أقل حاجة 8 ونص. حاول تشوف جاره يشتغل، فلازم بقى تشوف جارك تاخد منه ربع الحته اللي ناقصه عندك دي فتكمل الواجهه بتاعتك، او تشتري مثلا منه بقيت اللي يكمل الامطار بشرط ان انت تعدي 8 ونص عشان تقدر تبني على مساحه ال 100 متر. وانت لو انت بتسال على عدد الادوار فانت هتبقى مرتبط بمساحه الشارع، عرض الشارع. شارع 6 متر، شارع 6 متر، شارع 6 متر، ارضي ودورين. ارضي ودورين، ارضي ودورين. بس لو انت واجهه اقل من 8 ونص مش هتعرف تبني، القانون الجديد لغى ده. طب بالنسبه للتسريح يعني تكلفته كام لو انا مثلا خدت 8 ونص او 9 متر مثلا؟ هو حضرتك نفس الحساب التكاليف اللي خاصه بالمركز التكنولوجي سابقا، هي زائد 1000 جنيه لشهاده المطابقه. بعد كده يعني بيبقى نفس التكاليف اللي كانت في بقى رسوم اضافيه ظهرت اللي هو ايه يعني المتر الخاصه بالتصميم والاشراف والجامعه، يعني هم لو المساحه 200 متر قالوا في المتر بيبقى ب 35 جنيه، في التصميم 32، وفي الجامعه بتاخد 8 جنيه 75، يعني ده كده تكلفه الايه، وتضربي بقى دفع عدد الدوار في المساحه. يعني لو مساحه 200 متر هتعمل 53000 في 25. هو دلوقتي بيتكلم على مثلا، خلينا دلوقتي مساحه ال 100 متر. هو دلوقتي بيتكلم في ال 100 متر. ايوه. والواجهه قول 8 ونص. ايوه. يبقى تكلفتها قد ايه عليه؟ هو ممكن يبقى في حدود 40000 في الحدود دي، او يعني في الحدود دي يعني 40000. زي كان احنا قلنا المكتب بس الاستشاري ياخد 30000، والشغل العقاري ياخد 57. انا بتكلم على اللي هي التكاليف الخاصه بالتصميم والاشراف والجامعه، لكن لسه بقى موضوع الشراء العقاري ده قصه تانية. موضوع الشراء العقاري ده بقى على حسب العقد يتعمل بقى ب 30000 في 50 زي ما يطلبوا بعد كده يعني. تمام، احنا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنكمل على الحكايه.
هو انت ينفع لما باب الثلاجه يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم الميه في العربيه لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركه اميزديا. اميزديا شركه تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات مموله على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناه تلفزيونيه معروفه. عندنا كمان اداره كامله لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويريه وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعه مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنستنى اتصالاتكم والأرقام هتنزل على الشاشة، وشاركونا في رأيكم في قانون البناء الجديد بين مؤيد وبين معارض. وحبينا ننوه بس ان القانون ده اتعمل بيه او بس التجريبي بتاعه او التجربة بيه في المدن مش في الريف، صح كده؟ في المدن. وابتدوا انت قلت لنا ان هم خدوا من كل محافظه مدينه يجربوا عليها يشوفوا رد فعل الناس وهل القانون هيقدر يطبق بصوره او باخرى. اللي هيقدموا ناس معروفه اللي هم يعني المواطنين العاديين، مش بقى اللي عاوز يبني دورين وخلاص. هو غالبا اللي هيقدموا في المساحات اللي هي الارض رخيصه فيها، يعني مفيش حد ارضه قيمه غاليه هيقدم فيها، لان ارض المتر مش ب 150,000 اروح ابني بيت مثلا دورين فمشي يخسر معايا، يبقى انا هسيبه واقف لحد ما الكلام ده يتغير بقى بعد سنه سنتين 100. المهم هيفضل المواطن عنده قطعه الارض زي ما هي كده راكنه على جنب بالزبط. للمستقبل، علشان هو حتى يقدر يلم تكاليفها. لان لو باع بربع الثمن دلوقتي، لو القانون الجديد ده خلاص اتطبق هيخسر جامد. احنا برضو من ضمن القوانين اللي كانت مثاره او من ضمن الحاجات اللي كانت مثاره قانون الضريبه العقاريه، اللي هو ضريبه ال 2.5 تصرفات العقاريه. التصرفات العقاريه دي موجوده في المدن حضرتك 2.5% على البائع. على ايه؟ دي ما زالت موجوده على البائع مش على المشتري. على البائع مش طب وضح لنا بقى القانون ده، لان القانون ده كان فيه يعني البائع اللي بيدفع مجرد ما بيعمل عليه اي اجراء في المحكمه، اي اجراء مثلا زي صحه توقيع او اي حاجه، بيجي له اختار من الوزاره، من الدوله، من مصلحه الضرائب، انه يدفع 2.5% ضريبه تصرفات عقاريه على القيمه، على للدوله إيه؟ على لقيمه المبيع. يعني لو باع بمليون جنيه عليه 25,000 جنيه. ده مثلا لو انا صاحب عقار مثلا عليه مثلا 2.5. ده لو انا صاحب عقار اللي بايع ضريبه التصرفات العقاريه حضرتك على البايع مش على المشتري. على البيع ايوه، يعني انا صاحبة بيت مثلا وبعت العمارة. أيوة عندي. حضرتك بتطبق في المدن، لكن في القرى لا تطبق. ما بتطبقش، لا ما بتطبقش في القرى. امال القانون اللي هو انا بدفع 1.5% لنقابة المحاميين والاجراءات دي كانت ايه بقى؟ لا دي كانت اجراءات الشهر العقاري اللي لسه القانون لسه موقوف لحد الان، ولسه ما تمش العمل بيه، اللي تم الايقاف بقرار رئاسي لحين تعديله. لان هو برضه كان مشاكل. القانون ده لما كان نازل كان في مشاكل جامدة جدا من ضمن الاشتراطات ومن ضمن اللي هو التكليف اللي موجوده على صاحب العقار او صاحب المبنى 1% لنقابه المحامين، ودي تم الاعتراض عليها، مش عارف يعني الوحيده اللي تم الاعتراض عليها، ونسبه 2.5% ما تمش الاعتراض عليها، عشان 1% دي انت زعلان بقى عشان 1%. ايوه طبعا ده قانون المحامين كده ما ينفعش، اشمعنى نطلع احنا من 1% اشمعنى المحامين ما ياخدوش يعني الترت اتقسمت على الكل كده ما ينفعش. طيب احنا دلوقتي فرجعنا تاني نشتغل بقانون الشهر العقاري القديم. ايوه زي ما اللي هو ان انا اسجل زي ما احنا ماشيين لحين اقرار القانون الجديد اللي احنا عرفنا ان هو هيبقى في اخر السنه الجايه او في نص 2022 او في اخر 2022 لحد ما يتم تعديل القانون. هيعدل ازاي احنا لسه ما نعرفش. ماشي، احنا معانا ام محمد رجعت لنا تاني، ام محمد من بني سويف، اتفضلي. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. اتفضلي معاكي، سامعاكي. فاكره كان عايز اعرف بس تكاليف الرخصه قد ايه؟ 100 متر. عندك مساحه الارض 100 متر. ايوه، عايز اعرف تكاليف الرخصه قد ايه. انت قلتي الواجهه عندك 12.5 في المدينه ولا ما هي بلش المحافظه قالت ايه؟ ايه الواجهه بتاعتها 12.5 في 8. 12.5 في 8. طيب انت في قريه في بني سويف ولا في المدينه يا ام محمد؟ لا في المدينه، يعني ارياف بس هي داخله المدينه. ايه ارياف داخله المدينه؟ يعني تابعه الارياف ولا ايه؟ تقسيم الاداري يعني هي في تقسيم الاداري داخله مدينه الأرياف بس هي تبع
لا يبقى ما ينفعش ادم يعني ارياف تبع المدينه يبقى مش هينفع هم القانون على المدن بس دلوقتي. بص يا ام محمد خلينا متفقين, هو استاذ حسام بيقول لك هو القانون ده مطبق على المدن, يعني لو انت حته الارض بتاعتك في المدينه القانون ده هيطبق عليكي, لو انت في الارياف القانون ده مش هيطبق عليكي. النظام القديم اللي شغال في القرى, النظام القديم اه هو بيقول لك دلوقتي استاذ حسام بيقول لك ان النظام القديم اللي شغاله بالقرى ده اللي انت هتشتغلي عليه لو انت في الارياف, لكن لو انت في بني سويف في المدينه فانت هيمشي عليك القانون الجديد. بس هي القرى دلوقتي شغاله في بعض الاماكن واماكن لا, يعني القرى اللي شغاله شغاله على قديمه دلوقتي في اللحظه دي تمام, لكن اللي هم في في المدن كمان اختاروا محافظات معينه. انا اعتقد في مدن محافظات قافله مدن وقرى, انا بتكلم القرى اللي شغاله شغاله على النظام القديم, ممكن يكون في كرة مش شغالة خالص فاهمين حضرتك, بس الكرة اللي شغالة يعني احنا عندنا في بنها كل الكرة شغالة دلوقتي ما فيش مشكلة, المدينة هي اللي واقفة في التصريح. اه في تصريح البناء على النظام القديم بقى, عشان النظام القديم هي اللي بتطلع على طول زي ما اتفقنا من الاول, يعني سهلة في اجراءاتها وفي تكلفتها كمان سهلة جدا. ده هو القانون القديم, هو القانون القديم فيه عيوب كتيرة لكن لو جينا نقارنه بال مهندس حسام, القانون القديم هو اللي وصلنا للشكل اللي احنا فيه. ما هو عمل تحديث للقانون القديم في يعني هو في يعني البنود يعني, يعني هو اللي وصلنا للشكل او المنظر اللي بقت فيه البلد. القانون القديم فيه ثغرات, انت قصدك على الزحمه وان بقى كله بيبني وبقت طبعا العشوائيه وعشوائيه. اه طبعا طبعا, واللي بيتكلم في الدوله مبالغ لا حصر لها عشان يبتدي ان هو ينقل الناس دي ويعوضهم وضغط على المرافق وضغط على المرافق برضه وضغط على المرافق يعني يعني هو هو بالنسبه لقانون التصالح. ايوه اتفضل. قانون التصالح مع الاراضي الزراعيه المفروض ان هو اتطبق خلاص, يعني دلوقتي اللي عنده حته ارض ومثلا هي كانت كردوم زراعه ودخلت كردوم مباني بيبتدي يعمل تصالح والارض بتاعته تمشي, هل بيمشي على القانون القديم ولا بيمشي على القانون الجديد بالنسبه للرخصه؟ اه لو في مدينه بيمشي عليه القانون الجديد بيمشي عليه. حتى لو هو عمل تصالح وخلص وخلص المفروض اه لا لا ده عشان يحصل على الرخصه, التصالح ده موضوع تاني, هو بيتصالح مع الدوله لكن عشان يحصل على رخصه بان هو يقيم مبنى ده موضوع تاني. ده بي 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 بس انت ما ينفعش ان انت تشتغل كشغل مقاولات على اي حته ارض غير لما تكون الارض دي مرخصه. طبعا ما ينفعش طبعا مرخصه واخده تصالح مثلا يعني تكون اجراءاتها القانونيه تمام. اكيد طيب استاذ حسام احنا دلوقتي اتكلمنا او استعرضنا الامر بين القديم والجديد. أيوة. انت شايف بقى لو احنا عايزين يعني النقط اللي الناس اختلفت فيها, اختلفت في التكلفه واختلفت في عدد الادوار, ايه اللي نقدر نعدله في القانون بشرط ان القانون يتناسب مع الجميع؟ هو طبعا هيبقى تعديل الكره لها سيستم طبعا. والمدينه لها سيستم. ناخد حنان ونشوف. خلينا حنان في الكره الاول. طيب احنا معانا اتصال حنان من اسيوط. الو وطي التلفزيون يا حنان. الو ايوه يا فندم اتفضلي. انا حضرتك دنيا ديت يعني ماشي في قريه ولا حاجه يعني تبع الساحل يعني. انت عندك حته ارض في الساحل؟ دنيا اول دول. لا انا مش سامعاكي, وطي التلفزيون يا حنان وعلي صوتك عشان اسمعك. طيب شكرا يا حنان, اتصلت قطع. اتفضل استاذ حسين. هو حضرتك يعني بالنسبه للقرى المفروض ايه هنشتغل بقانون البناء الموحد عادي خالص, بس يبقى فيه يعني سهوله في الاجراءات, المواطن يدفع مبلغ معين للدوله, مبلغ عالي بقى عن اللي بيدفعه يعني هو كان بيدفع حوالي 1000 جنيه على الرخصه, بس الرخصه كانت بتتكلف اكتر حوالي 8000, فطبعا الفلوس اللي باقيه انتوا عارفين رايحين فين. لا المواطن يدفع مثلا 15 والدوله تجيب له الرخصه في ايه في اسرع وقت ممكن عشان ما يقعدش يلف ويجري وفي الاخر ما يلاقيش حاجه, يعني الدوله تقول له بكذا وتطلعها له بقى, مالهاش دعوه بقى بالايه, لان لما ياخد ده 1000 جنيه هو بقى بيروح يدفع مثلا مش عارف 200 لده و500 لده, هتلاقي نفسه بيوصل لل10 برضه. لا الدوله تاخد فلوسها يعني اسرع ويشتغلوا يعني زي تكون خدمه ممتازه, يعني مش اللي هو المواطن يقعد يجري وراهم ويروح ويقول لك مش هنا ويبقى هو باب واحد بيدفع فيه, لان المواطن بيلف كعب داير. المواطن لما بيزهق في الاخر بيدي فلوس لواحد معين من المجلس المحلي ليهم سكه مع بعض بايه بياخد بيدفع المبلغ ويجيبها, لكن لو المواطن جري بنفسه هيدوخوه ممكن يقعد سنه ما يطولش حاجه. تجاوز سلبيات والامور دي المفروض تنعدم من مصر. انا في رايي تقليل التكلفه. طيب لا يعني التكلفه ويطلع الخدمه على طول. طيب احنا في عجاله حضرتك يعني كل واحد كده في عجاله سريعه لان خلاص الحلقه بتاعتنا للاسف خلاص تقريبا خلصت. فانت في عجاله كده انت بتقول ان الدوله تحاول انها تقنن المبلغ اللي هي بتحطه
بدل ما يقعد يطلبوا من كذا جهه و30 جهه، لا يبقى جهه واحده وقيمه الترخيص تبقى ثابته، مبلغ في متناول الجميع. طيب وبالنسبه لعدد الادوار وقيمه الارض والكلام ده كله، يعني عدد الادوار المفروض يعد الترتيب ليه، لان في المدينه استحاله يعني من رابع المسهلات يطبق، الا بقى لو هو طبق هيحصل الركود في السوق العقاري وهيبقى الدنيا واقفه خالص. تمام. يعني لازم يتم تعديله في اسرع وقت ممكن، يعني ما يكملش هو مش ما يعني مش يستنى الشهرين التجريبي يخلصوا، لا هو المفروض يلغيه في اسرع وقت، بس هو كده كده مش هيلغيه دلوقتي لحد ما اشوف الدنيا فيها ايه بعد الشهرين يعني. تمام. طيب استاذ حمدي، حضرتك يعني ايه تقييمك على الموضوع؟ رايي ان المفروض القانون يعدل ويبقى التكلفه حوالي تلت التكلفه الموجوده حاليا، على الاقل التلت تبقى مناسبه جدا للكل، لكن اكتر من كده هتبقى فيها ضغط على المواطن الحقيقه، يعني وهيجي على ارض الواقع مش هنعرف نطبقه. طب يعني انتوا اعتراضكم دلوقتي على الكل هيعزف على عمليه الايه التراخيص، لان احنا كده بقى عملنا قانون هيعمل عمليه عزوف زي ما قلنا، احنا عايزين الكل يمشي تبع الدوله وكله تبع القانون، فعشان كده بنقول التكلفه تبقى التلت على الاقل، تبقى كويسه تبقى مناسبه للكل يعني. تعقيبك استاذ احمد. والله انا يعني بايد اي قانون او اي قرار بيخلق مناخ محترم للمواطن وعيشة طريق بالمواطن المصري، وطبعا أنا يعني بأيد القانون بس ضد التعميم، يعني بمعنى أن يعني أنا المدينة ككل في بعض الشوارع في المدينة الشوارع التجارية مثلا على سبيل المثال، يعني أنا نفسي يبقى الموضوع في شوية صلاحية مثلا للجنة أو رئيس مجلس مدينة أو الكلام ده، لأن القانون ما يبقاش مهمم على كل الشوارع. وبرضو النقطة بتاعت الرسوم، أنا شايف الرسوم برضو مغالة فيها. طب وبالنسبة لنقطة إن أنا دلوقتي أبني عقار، المفروض إن أنا باخد الدور الأرضي أعملهم حلات عشان أعمل فيه مشروع تجاري، دلوقتي ولغى ده؟ ايوه، هو ده يعتبر العنصر ده يعني مش مؤثر قوي، لان يعني ممكن يكون هو مش عاوز يعمل تكدس مروري سكاني يعني ايه، فبالنسبه له دي من النقط اللي انا يعني بشجع، لا انا بايد ان هي ما تبقاش يعني عامه، تبقى يعني تبقى عن طريق لجنه او تبقى عن طريق رئاسه. يعني لو المنطقه تنفع ان يبقى فيها محلات وكيله، والمنطقه ينفع فيها جراشات، تمام. أيوة بالزبط، يعني مفيش اي مشكله بالزبط. لكن انا ما اقولش كله يعني ما اقولش كله، لان في اماكن يسمح فيها الموضوع خدت بال حضرتك، وادي صلاحيه لحد في المحافظه، ادي صلاحيه لحد في المجلس في في في, في الحي مجلس المدينه. ايوه يعني نسينا نقول نقطه مهمه جدا، ان كمان القانون ده ان الوحدات السكنيه ما تتحولش لتجاريه. ايوه، ما هتفضل سكن، تفضل سكني لكن ما تتحولش تجاري. لا الاول كان بيتم تحويلها لتجاري، كان الاول بيتم تحويلها ان انا عندي، لو عندي عماره انا عايز اجر العماره دي كلها عيادات، عايز اجر العماره دي كلها هو سكني شركات. ممنوع سكني، هو دلوقتي بقت سكني بس سكني. طب امال استخدام، انا لو انا عندي مشروع عايز افتحه في مكان، في عياده، في شقه، في دور، بعمل ايه؟ هي بقى الدوله بتعرض يعني مباني تجاريه في اماكن معينه، هتروحي تشتري منها اسواق بقى تجاريه بقى يعني في اسواق ثانيه تجاريه بقى. عامله وهو عشان يديك رخصه تجاريه لازم يكون باشتراطات معينه، هو عشان الامن الصناعي والحاجات دي. اي طبعا، غير الامن الصناعي، الجراجات، التجهيزات بتاع يعني طفايات الحريق مش عارف، لا يعني عموما اي نشاط تجاري بيبقى ليه امور تانية خالص، موضوع تاني خالص غير الوحدات السكنيه، وده اللي الناس لازم تفهمه. ايوه يعني، وده مطبق في كل الدول في الدنيا، يعني مش احنا بس اللي يعني كان الموضوع عندنا شويه فتح على بعضه. يعني انا شايفه ان طبعا انا بشكر استاذ حسام وبشكر الاستاذ حمدي وبشكر الاستاذ احمد لتواجدكم معانا ومناقشتنا في قانون البناء، ونتمنى ان احنا نكون يعني عرضنا لكم اوجه الاختلاف والتوافق بين القانون القديم والجديد، وان شاء الله اكيد الدوله هتشوف ايه اللي في مصلحه المواطن وايه اللي يناسب المواطن وتقدر ان هي تتقننه. احنا بس عايزين الناس يبقى فيه صبر، والناس تشوف تفهم كويس القانون بيتكلم ازاي وايه مميزاته وعيوبه واني الكفه اللي هتربح او هتبقى احسن لينا ولبلدنا وللشعب. بنشكركم جدا، وانتظرونا في حلقة جديدة من على الله حكايتنا.